مشاهدينا موعدنا مكفي معكم، بقول صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. رغم مرور أكثر من 108 سنين على تأسيسها، ما زالت الحركة الكشفية بالنسبة للبعض غير معروفة للأسف. هالمنظمة العالمية يلي ما فينا نتجاهلها لأنه بتهدف لتنمية الشباب وصقل قدراتهم ومواهبهم وتوجيههم أخلاقيا وفكريا وثقافيا. تنتعرف أكثر عن هالحركة ومؤسسة وتاريخها وأهدافها، أكيد اليوم بصرني استقبل بالستوديو الطالبة ميشيل فغالي لتحكينا أكثر عن هالموضوع. صباح الخير ميشيل. بونجور، أهلا وسهلا فيك بمريم تي في. مرسي. شو هالتونيو الحلو؟ إيه؟ أكيد هلا رح نحكي عن رمزيته وكل هالأمور. مثل ما قلت ميشيل، يمكن في كتير أشخاص ما بيعرفوا شو الحركة الكشفية. اليوم إذا فينا نعرف أكثر المشاهدين شو هي هالحركة ومين أسسها؟ للي أسسها هو بادن باول. نعم. هو كان قبل إنه من أيام قبل، هو كان الشخص يلي عم بيشتغل مع جروب شباب كرمال يشتغلوا بقصة انه يساعدوا بالحرب، بس بنفس الوقت ما يكونوا كتير بالجيش فيتين. هلا نحن كاسكوت بنشتغل على الديسيبلين تبعيتنا نحن، نعم، وكرمال شغلنا نحن كيف انا بيرسونيل ما ومع جروب كبير. نعم. بنشتغل على مثلا كيف انا اتدبر اذا انا كنت بالحرش، ما عندي مثلا ما عندي انا التوت الحديد تبع التوت كرمال اقدر اعملهم، انا بجرب دبر حالي كرمال لاقي هالطريقه. نعم. بشتغل على الليدرشيب تبع كل واحد، على الباركور انا بالمجتمع كيف بدي اكون انا عم بشتغل، انا كيف بيني وبين حالي بدي اكون. مثلا اذا انا شخص كثير عصبي بدي اصير روق اشتغل. نعم. بنساعد غيرنا مثل ما نحن بنساعد غيرنا وهيك. يعني قد ايه حلوه الروح الكشفيه مثل ما قلتي، وقد ايه هيك بتعطي قدرات للبنت او للصبي. انا شايفتك بالتونيو كامل كثير حلو. بدي اسالك لانه دائما بشوف حاطين الفولار، شو بيعني الفولار بالحياه الكشفيه؟ الفولار هو وعد. نعم. او بروميس. نعم. انا بعمله كرمال حياتي بالكشاف، لانه انا بدي اشتغل من اول ما فوت على الكشاف لحد ما اخلص باركوري. نعم. على الباركور تبعولي، على كيف انا بدي اطور نفسي، كيف بدي اطور حالي. فبالنهاية انا بدي اعمل وعد مثل ما قلت كرمال هيدي الحياة بالسكوت، انه ايه انا رح امشي بالبرانسيب يلي انتو حاطين لي اياهم. نعم. بالاسس يلي نحن رح نمشي فيهم، بالقانون تبع السكوت انا بعمل هيدا الوعد، و كرمزية للوعد بيعطوني البروميس. نعم، يعني هو التزام للحياة الكشفية. yes. انتو كمان بتعملوا شي حركة بالايد، ما بعرف. نعم. منقول كمان نحن اوقات بنسمع انه بروميس دو سكوت. yes. كمان ها هي كمان. yes. ها هي كمان زيت الشي رمزيتها مثل الفولار ولا بيتغير شي عنا؟ بلا كمان زيت الشي، انه هيدي الوعد. يعني انا وقت يطلع لي الفولار بصير انا في اعمل السالو سكوت. هلا السالو سكوت بيعني هون لو جران بروتيج لو بوتي. نعم. الكبير بيحمي هو الاصغر منه، يعني انا بدي احمي اصغر مني. نعم. بعدين انا هون عندي فرانشيز ديفومون بيرتي، يعني الطهاره وال الصراحه وال ايه والصراحه، وانه انا خلص انه عم بوعد والنقاوه يعني البيورتي. نعم. طيب ميشيل، نحن بنعرف انه اول شيء مثلا صبي او بنت بيفوتوا على الكشافه، نحن بنقول مثلا انه فات على سكوت، ولكن نحن ما بنعرف انه هيدا الولد اللي بيفوت. هلا رح تقولي لي عن اي عمر كمان، كيف بيقطع بمراحل؟ لانه بشوفهم مثلا في اولاد بيلبسوا شميز لونها بلو سيال، يمكن انتو يمكن البوردو. كيف بيقطع هيدا الولد من مرحله لمرحله ليوصل لاخر مرحله الباركور اللي عم تحكي عنه؟ ببلش الولد من اول ما فات، تنقول هو فات عمره 8 سنين. نعم. بيفوت على الشيء اسمه موت، اللي هن الصغار عنده اللوفتو، بيكون. نعم. لابس هو بلو سيال. ببلش يشتغل على قد عمره، على قد حاله هو قديش بيقدر يستوعب كشخص. نعم. بيكون عنده ريفيرنس هيدا الكتاب دونوتروميو. دونوتروميو. نعم. بيكون بقلبه جوا كل شيء هو بيقدر يستفيد منه يتعلم منه كشخص من 8 سنين ل 11 سنه. نعم. بعدين وقت يخلص هيدي المرحله، مثل بالمدرسه بكون انا مثلا بالبوديتيكشون بدي انتقل لغير صف، بنتقل لغير مرحله اللي هي التروب. نحن بنكون لابسين البلو فونسي. نعم. كمان على قد حالنا قد تفكيرنا، يعني من
12 ل 17 سنه بنشتغل بالكتاب اللي اسمه البري. هيدا هو نعم يختلف عن هيدا. يختلف عن نعم هيداك لانه كل واحد بقلبه حسب كل واحد قديش بيقدر يكتسب معلومات. نعم وقت نصير نحن عديسات كمان ننتقل على غير مرحله يلي هي الكلون، بيكونوا لابسين هن البردو ما مع الكتاب تبعولهم كمان، نعم بس كمان مثله مثل غيره بيشتغل بيتعلم قصص حسب ما هو قديش قادر. نعم ومن بعدها بيصير يا اسيستون يا شيف، تا يصير هو بعدين مسؤول عن الفتول تروب الكلان وهيك. نعم يعني بكل مرحلة في كتاب بيدرسوا فيه، يس. بس يقطعوا هيدي المرحلة ويصيروا بأعلى مرحلة بغيروا الكتاب تبعهم لحتى يضلوا على طول يلقطوا كل الكاباسيتي اللي أنتوا بتقدموا لهم إياها. أنا بعرف إنه السكوت بيعملوا كتير كان بتروحوا على كونات، ولكن أكيد تعملوا كتير أكتيفيتي للأولاد. خبرينا شوي ميشيل، شو الأكتيفيتي الأكتر شيء اللي بتنعمل بالحياة الكشفية للأولاد الصغار لحتى تصيروا بعمر الروتي؟ منبلش مثلا نحن وصغار نعمل جويات كتير، نعم. ومن ورا هدول الجويات نحن بنصير نتعلم قصص. مثلا أنا كيف بدي أعمل برولاج، برولاج يعني أنا لازق خشبتين ببعض نعم. في سال، بتعلم انا وصغير ما كتير بكون متمكن منها، بعدين بس ارجع اكبر انا بتعلم عن اول وجديد كيف، وبصير شدة اكتر، بصير مثلا اعرف اعمل انا بيت من خشب نعم بسميها انستالاسيون. بنعمل كتير العاب كرمال ما يكون شي بيزهق انه نحن منه قاعدين. ممل وإدوكاتيف بيكون. ايه بيكون ادوكاتيف، نحن عم نتعلم كرمال كمان كيف قلت بالاول نطور حالنا وهيك. نعم وبنعمل كونات نعم على كل السنة، بنعمل كون نويل نعم يلي هو بيكون نويل بي فرصة نويل، فرصة نويل بنعمل كون باك يلي ثلاث ارباع الايام بيكون نحن بنعمل فيه زياح المسيح كمان لانه نعم بيكون بجمعة الالام. نعم بنعمل كون دتي يلي بيكون بالصيفية، من مري جورنيات بين هالكونات بين هدول القصص، مثلا من الصبح لبالليل مش بس نحن نهار سبت ساعتين يعني. نعم يعني مثل ما قلتي ميشيل، كل الجو والاكتيفيتي اللي بتعملوهم صحيح انه جو، ولكن مخبيين وراهم كثير اشياء ادوكاتيف للولد، واشياء بتنمي له شخصيته، بتنمي له قدراته العقليه، وحتى بتحسي انه كل الاولاد بتحسيهم محمسين بس يروحوا على الكشافه، لانه فعلا هي اذا بدك هيك اتراكشن لالهم. اليوم اذا في كثير اشخاص عم يحضروك يا ميشيل، شو بتحبي تقولي لهم لكل الاشخاص اللي بيحبوا ينتموا للحياه الكشفيه؟ شو بتقولي لهم؟ انا بشجعهم من كل قلبي يفوتوا على الكشاف، لانه مش مثل ما الكل بيحكي انه هي بتاكلوا صراصير ومدري شو، لا بالعكس. نعم شيء كثير بيفيد، شيء كثير بيطور الشخص بينميه. يمكن يجي حدا يقول لي ايه بس انا بقرا كثير كتب، نفس الشيء. نعم السكوت هو رح يزيد علينا طريقه براتيك اكثر، شيء كثير حلو عن جد، كثير بشجعهم هن يفوتوا ويتعلموا هيدا الشيء، يعني يقووا شخصيتهم، لان السكوت بيقوي لك شخصيتك بشكل صحيح. مش طبيعي. وايه صحيح، يعني الولد اذا بده يفوت لازم يكون عمره 8 سنين، قبل 8 سنين ما بيقدر يفوت على الكشافه. طيب هالحياة الكشفية، هالحياة الحلوة أكيد، قد ايه هيك بتعطيك بوزيتيفيتي بحياتك اليومية، وقد ايه لها إيجابية بحياتك اليومية؟ بتعطيني بوزيتيفيتي بشكل مش طبيعي إذا فينا نقول، لأنه أنا بالسكوت بتعلم إنه مش رح أقول ما في شيء حرزان، بس كله له حل. نعم. وإذا في شيء ما له حل أنا رح لاقي له الحل. نعم. فبتعلم قديش انا فيي اعمل فيي اعطي يعني كل الامور اللي عم تقوليها ميشيل كثير حلوه، وقد ايه حلو انه بالحياه الكشفيه مثل ما قلنا قد ايه بتعلم شغله كثير مهمه هي الاحترام. يعني بتشوفي الجروبات تبع الكشافة بس تكون عم تحكي الشفتين دو جروب أو الأسيستانت، بيبقوا كلهم صغيرين لإلها، بيتعلموا الاحترام، بيتعلموا هيك الاحترام دايما لازم يكون متبادل بين شخصين. كيف فينا ننتسب للكشافة؟ بتروحوا على حيالة مدرسة إذا بدكم، مثلا نحن بالفرج ميزة نعم السكوت تبعولنا، فيكم تجوا نهار السبت مثلا من التنتين للأربعة ونص، نحن كل سبت الريونيونات تبعولنا بيكونوا. نعم بتجوا وبتفوتوا بتجربوا معنا، بتشوفوا اذا حبيتوا بتكفوا، اذا لا لا.
في بكذا فرع وكذا مدرسة كذا مدرسة موجودين، بيكون عندهم. فاللي أقرب على البيت تبعو يكون أو نعم شيء. ميشيل، معقول انه اذا انتم بلشتوا السنه تبعكم واذا حدا مثلا سيده هلا عم بتشوفنا او سيدات حابه تفوت ابنها او بنتها على الكشافه، اذا انتم بلشتوا اوريدي بالسنه او قطعتوا نص السنه، في يرجع يلتحق هيدا الولد؟ اكيد ما في مشكل، لانه هي منا سنه وحده الشخص حيتعلم فيها، نعم يعني هي عده سنين. نعم مثلا نحن عنا كيف قلت من 12 لل 17 سنه، حيلا سنة في يفوت، حيلا نهار في يفوت شخص، ورح يتعلم مثل ما كل الباقي عم بيتعلم. يعني مهم يكون عنده نية أكيد مهم يكون وبيحب عنده نية. الكشافة. صحيح. آخر شيء ميشيل، شو بتحب توجهي لكل أصحابك بذات الرتبة اللي أنت فيها أو للشيف دو جروب أو لكل الكشافة اللي عم يحضروكي بلبنان؟ بدي اشكر اول شيء الشفيه تبعولك، نعم كل رفقاتي، لانه مرقنا نحن بسنتين مش صعبين، نعم كتير كتير صعبين كثير قصدي. صعبين. نعم وما كانوا هينين علينا ابدا كسكوت، يعني كانت ما كنا نعمل سبوته، ما كنا ننزل وهيك، بس مع كل هيدا هن قدروا انه يخلونا نحن منتسبين، وتخلي هالفرحه فينا انه يس عندي سكوت انا نهار السبت وهيك. ولكل باقي الاشخاص اللي منهم بالسكوت كمان انا برجع بشجعهم، وعلى ايه ينزلوا جربوا أكيد وبتشوفوا قديش حلوة عن جد من جوا بتنبسطوا فيها. أكيد. يعني ميشيل فغالي، كتير حلو اللي حكيتيه وانا انبسطت اليوم انه جيتي على استوديو مريم تي في، اعطيتينا خبرتك هيك عن الحياه الكشفيه. انا باسمي باسم مريم تي في بوجه لك تحيه لإلك اول شيء على شجاعتك جيتي، وعلى كل الجروب اللي معكم وعلى كل مؤسسي الكشافه اكيد وكل الاشخاص اللي موجودين بالكشافه بجميع مدارس لبنان. يعطيكم الف عافيه لانه انتم نموذج للشبيبة الحلوة يلي بتبتعد عن الأشياء كمان الإلكترونية للأسف، يلي كتار من الأولاد عم بيلعبوا فيها وعم يتسلوا فيها، عم بيضيعوا وقت. بالعكس نحن منشجعهم كمان مثلك ميشيل أنه يلتحقوا بالكشافة. شكرا لحضورك معنا وإن شاء الله منشوفك بلقاءات تاني. مرسي كتير. أهلا وسهلا مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم، بس رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين. I got